أول ما بنسمع اسم إيران ده بيضرب في دماغنا شقلة حاجات كده حسب كل واحد فينا دماغه متركبة ازاي، وحاجات كتير لطيفة بتخطر على بالنا. هنحاول من خلال السلسلة دي إن احنا نهش القطط ونقرب شوية ونتفرج بسرعة على تاريخ إيران الحديث. هنرجع نتفرج بالتفصيل على اللعبة اللي لعبها الخميني على الثلاث حبال، حبل الشيعة المتدينين أو الإسلاميين، وحبل باقي الحركات والأحزاب الغير إسلامية، وحبل الخارج سواء الدول الإسلامية أو الغرب. وكل ما كان الشعب جاهل بقى مطية سهلة لأي دكتاتور بريالة يقدر يركبها. كله إلا كيف يا عم الحاج، التحمت فيها شريحة المثقفين اللي كانوا نتاج إصلاحات التعليم اللي حكينا عنها مع رجال الدين. ناخد بالنا قوي من الجناحين دول والتطورات اللي هتحصل لهم والدور الكبير جدا اللي هيلعبوه. وراح عمل زي أي دكتاتور عبيط ما بيعمل في أي زمن وأي مكان، قطع الاتصالات والبريد. هو بعينه بغباوته وشكله العكر. مع نهاية الثلاث شهور واستقرار البلد في قبضته، نافع صاحبه اللي كان عنده رئيس وزراء تربية وسخة واطي، ورضا عين نفسه رئيس وزراء بموافقة البرلمان، وبعدين رقى نفسه لشاه. لقيته سيادة الوزير سيادة فريق عوض عبد الفتاح رئيس وزراء رئيس جمهورية. حموجي بهلاوي الجديد ده كان لسه كتكوت صغنن كده بيخلص دراسته العسكرية وبيتأهل عقبال أمريككم جوزوه الأميرة فوزية أخت الملك فاروق في مارس 51 رزماره يتقتل وهو راجع من الصلاة في المسجد. ومن النقطة دي هنتفرج على طريقة عمل الانقلاب بدون معلم، كو ديتا فور داميز. الخطة مشابهة حد التطابق مع اللي حصل في مصر وفي شيلي وفي أغلب الانقلابات اللي حصلت على الكوكب.